ورجعنا لكم بعد الفاصل. ادي بقى الشو اهو بعد ما طلع، او البروفيتول بعد ما طلع بالطريقه دي. هوريكم واحده من جوه شكلها ايه. بص بالمقص بسكينه مشرشره، يعني الحاجات دي بتحب السكينه برضو المشرشره او المقص. اه بصوا بقى عامل ازاي من جوه، مش عجين تمام كده باين اهو. يبقى كده البروفيترول بتاعي او عجينه الشو بتاعي ناجحه، ما فيهاش عجين، طلع هشه ابا بالطريقه دي. يبقى كده ده كده صح. طب انا هحشيها ايه؟ انا هحشيها كريم باستري او الكاستر اللي قلنا عليه. لو عايزه تجيبيه من السوبر ماركت العلب، المقادير بتاعتها بتبقى مكتوبه من ورا، وتمشي على الخطوات ديت وتحشي بقى. فانا حاطه الكريم باستري خلاص عشان نحشي البروفيترول بتاعنا، ونحشيه بقى كده. عايزه تفتحيه، انا مستخدمه القمع ده بقى المره دي. عايزه تفتحيه وتحشي بالطريقه دي كده. عايزه مش عايزه تحطي في القمع براحتك، تروحي جايبه معلقه في طبق وتروحي فاتحه او حاشيه. بس انا عشان عايزه اعمل برضو حاجه كده اوريها لكم، انا برضو مش عايزه افتحه كده، انا عايزه اعمله كده كده اهو بالطريقه دي كده اهو كده. عايزه اعمل له خرمه ومش عايزه افتحه على اساس ادي منظر كده اهوت ليه. خلاص اروح عامله جايبه، انا جايبه القمع ده عشان اروح حاطاه كده، ادخله بس كده اوريكم كده اهو. خلاص وادوس كده، هحس بقى بالكريمه ان هي ملت لما الكريمه تطلع معايا بالطريقه دي كده. يبقى كده الكريمه مالت جوه. خلاص الطريقه دي هعمل واحده تانية، نعمل تاني. ممكن بقى تقطعي ده كله يعني داير ما يدور، وتروحي عاملاها زي الساندوتش، تحشي بقى الكريم باستري وتحطي بقى فاكهه اللي انت عايزاها برضو، وتروحي عاملاه طبقتين. ممكن اوريكي واحده برضو بالمنظر ده كده. نعمل كده فتحه ونجيب القمع بتاعنا كده، ونروح ضغطين، نضغط 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 كده لحد ما يطلع بالطريقه دي. نعمل تاني، ممكن نفتح اوريكي بقى اللي انا بقولك عليها. ممكن نفتح كده داير ما يدور الطريقه دي كده كده اهو اهو، دي مفصوله عندي كده. بصوا عامل ازاي، مفيش عجين فيه. يبقى كده وريحته حلوه جدا، الفانيليا برضو عامله شغل فيه. نروح حاطين كده، عايزه بقى تحطي من جوه فاكهه حطي، ونروح مثلا عاملينها كده كده اهو. ونحط خله وفراوله كريزايه قطعه مانجا اي فاكهه بقى كده اهو بالطريقه دي. انا بديكي افكار يعني. خلاص نفتح تاني بالمقص كده تمام، ونروح برضو حاطين القمع. لو احنا مش عارفين نتملك القمع ان احنا نحطه بايدينا من فوق كده، نمسك القمع كده ندخله الاول، وبعدين نروح ماسكين القمع كده الكيس بتاعي كده، ونضغط نضغط نضغط. انا بحب اضرب الكريمه بتاعتي دايما باللبن، بحب الحاجه كده تبقى ليها طعم وغنيه كده يعني طعمها حلو كده، ما تبقاش الميه بتبان. الكريمه لما بتبقى مضروبه بميه بتبان، ما بيبقاش ليها طعم، لكن الحاجه لما بتبقى مضروبه بلبن بتدي احساس حلو يعني، تبقى حلوه كده اهو. نعمل تاني كده اهو، عشان بعد كده بقى نزوقهم. نعمل كده اي برضو قمع عايزه تستخدميه، المشرشر ده استخدميه مفيش مشكله كده. نضغط 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 لحد ما تطلع معانا بالطريقه دي. نفتح واحدتين تانيين عشان نبتدي بقى نزوقهم. هبتدي ازوق ولو في وقت هنكمل. نضغط كده على الكريمه بتاعتي كده كده اهو. خلاص كده تمام ماشي اوكي. نكمل بقى، امسح ايدي بس الاول. طيب انا هنا جايبه شوكولاته،
دي انواع شوكولاته. اوكي، دي شوكولاته بيضه طبعا عشان اعرف الونها. في الوان بتتباع في السوق، انا قلت قبل كده في الوان مخصوصه للشوكولاته، الشوكولاته ما ينفعش معاها الا الالوان بتاعتها. فدي مثلا شوكولاته باللون الاصفر ونكهتها بالمانجا، دي شوكولاته باللون الاحمر ونكهتها بالفراوله كده، ودي الشوكولاته بتاعتنا اللي احنا عارفينها. خلاص كده تمام. طيب، وجايبه هنا ده سبرينكلز، عباره عن سكر بيتقطع قطع شكل النجمه، ممكن احط لكم هنا حبه كده تشوفوه كده اهو شكل النجمه، ممكن عندي شكل الكور ديت برضو، ده سكر الطريقه دي يجري بيجري كده. خلاص، في برضو الوان منه كتير بالطريقه دي، دي الوانه، دي الوان السكر ده، وفي الفرماسيلي اللي احنا عارفينه الملون ده. خلاص، فانا هعمله بقى بالطريقه ديت. هجيب طبعا الاكلير بتاعي، الشو بتاعي او البروفيترول، عشان انا عاملاه النهارده بروفيترول، هحطه كده في الشوكولاته تبقى يعتبر ايه يعني، انا ولعت عليها ومخليه النار بس ايه سنه كده، حاجه بسيطه بس عشان مش عايزه الشوكولاته تروح سايحه خالص ومبهدله لي الدنيا بالطريقه دي. خلاص، واحط واحده كده، نحط ايه عليها، نحط شويه فرماسيلي. انا زوقت هنا الطبق بتاعي بالشوكولاته اللي انا مسيحاها بالفراوله، عملت زورافه، اي زورافه بقى انت تحبيها تعمليها بالطريقه دي. نعمل واحده شوكولاته تاني كده، نحطها هنا، نحط عليها من ده اللون ده، نقصه كده. الحاجات الالوان دي بتدي، بص الازرق مع الابيض، يعني جايبه كمان حاجات عشان تمشي مع المطبخ بتاعي. نعمل بقى دي برضو بالشوكولاته اللي بالمانجا دي، لونها اصفر كده، نحطها هنا، نحط معاها ايه، نحط معاها من ده من لونه البينك كده كده اهو. بصوا عامل زي اللولي، حلو قوي، وريحته حلوه عشان طعم الفواكه على فكره. طب نشيل دي سخنه، نشيلها كده ثانيه عشان اطلعها. دي طبعا تحت حمام ميه اهو زي ما انتم شايفين. خلاص، هطلع بس البوله دي واجيب البوله بتاعت الشوكولاته الفراوله نحطها مكانها كده. بس برضو البولات دي موجوده ومتوفره، انا جايباها على اساس ان هي بستخدمها على طول، حاطة فيها الشوكولاته على طول، ما اقعدش بقى اعمل في اطباق صغيره، لان الشوكولاته لو جه عليها نقطه ميه بس هتبوظ هترميها. فانا في الحله حاطه شويه ميه صغيرين، حمام ميه يعني، شويه ميه صغيرين عشان الميه ما البخار ما يعني ما تغليش ويروح طالع مطرطش فتدخل الميه جوه البوله بتاعتي. انا مش عايزه كده يعني، مش عايزه بعد ما سيحت الشوكولاته وتعبت وكده تروح الشوكولاته بايظه. بالطريقه دي نحط نجوم كده، اعملي بقى اللي انت تحبيه. الحاجات دي موجوده وفي اشكال كتير منها، اللي انت حباه حطيه. نحط ايه، فراوله تانية ممكن كده الطريقه دي، نحطها هنا، نحط واحده شوكولاته تاني نحط عليه، وتحطي على طول السبرينكلز قبل ما الشوكولاته تجمد. نحط مثلا هنا البينك كده، لان لو الشوكولاته جمدت السبرينكل ده مش هيلزق كده اهو. فظيع. بس ممكن ناخد دي المفتوحه دي نحطها هنا. خلاص، ناخد بس الوش بتاعها ندهنه كده الشوكولاته. الوان بقى الشوكولاته كتير جدا، ممكن تلوني بينك، احمر، اصفر، اخضر،
في الوان كتير، ناخد برضو من الكبير ده شويه اللي هو الوانه كتير. بصوا، وبعدين تغيير بقى عن البروفيترول اللي احنا متعودين عليه. ناخد ايه واحده، طيب ماشي، صفرة تاني كده اهو، نحطها ايه هنا ونجيب دي هنا. طب انا حشيت واحده هنا، طيب خلاص اوكي. نجيب ايه، واحده شوكولاته، طيب كده تمام. نحط برضو حبه هنا، نظبطهم بقى احنا، ونجيب الفرماسيلي ده. الفرماسيلي ده بطعم الفواكه برضو، كل لون ليه طعم. نجيب دي هنا عشان ايه ما يبقاش كده اهو، خلاص. ونكمل بقى بالطريقه دي. انا بقى عامله شكل تاني خلاص، على اساس اعياد الميلاد، بديكي برضو فكره عشان اعياد الميلاد او اي مناسبه عندك. تجيبي الكون ده، ده عباره عن كون فوم انا مثبته عليه البروفيترول بتاعي كده اهو. دي ورده كده، حطها فين؟ هنحطها هنا، خليها هنا. ده كون فوم بيتباع برضو وموجود، غلفته بالفويل وبرضو عملت نفس الطريقة، حشيت البروفيترول بتاعي وعملته بقى بالشوكولاتة. وده الوردات دي ويفر بسكوت، رحت حطها كده تدي منظر، وبتنفع بقى في أعياد الميلاد والمناسبات الحلوة، زي النافورة بتاعت الشوكولاتة كده لما بنحط جنبها أي فاكهة، فتدي شكل كده وحاجة جديدة غير التقليدي بتاعنا. بس يبقى النهاردة عملت لكم البروفيترول بشكل جديد، واتمنى النهاردة الحلقة تكون عجبتكم. بس قبل ما اختم، شوفوا وصفاتنا وشوفوا مقاديرنا على الويب سايت بتاع القناة، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.